اللي كنشوفو دابا راه كيبينو ديك السيد 52 الف ريال فين غادي نعيشو وفين غادي نشريو حوالا وفين غادي الغلاء وكان لك حقا غادي تعطى الفلوس تعطى لا اله الا الله. على كل حال بعدا عواش مبروك وعيد مبارك على جميع المغاربة على جميع المسلمين. وعلى كل حال هنا كنشوفوا بلا الخير موجود الحمد لله، واخا راه الأثمنة غالية شوية وحنا كنعرفوا هذا العام هذا الجفاف اللي كاين والظروف اللي كاينة العالمية، ولكن على كل حال الرزق ما خاطيش الإنسان، الإنسان غياخذ على حسب الاستطاعة ديالو، وهذه سنة سنة يعني اللي قدر عليها تبارك الله، اللي ما قدرش راه ربي تعالى هو كبير. بالنسبة للسنة الماضية راه شوية خدينا شوية خفيف، ولكن هذه السنة راه يعني فوق الدول ديال 2020 هذا العام 120 200 راه قضية شوية، والمسكين راه شوية قاسحة عليه القضية، قاسحة عليه بزاف ماشي شوية، قاسحة عليه بزاف ماشي شوية.